نور ماري يتجنب قمر الطائي والسلاوي، يعلن عن عودته لحبيبته السابقة. شاهدوا المزيد من التفاصيل. رح نبلش مع قمر الطائي التي أعلنت امبارح عن عودتها إلى تركيا، وفور عودتها إلى هناك قام أصدقائها بالاحتفال من جديد بمناسبة عيد ميلادها. أما نورمار فمباشرة بعد عودة قمر إلى تركيا لمح أنه رح يرجع إلى دبي، وهالشي اللي خلى الجمهور يتوقع أنه نورمار بيتهرب من قمر الطائي. نمر إلى الفنان السلاوي الذي صدم الجميع بالأمس وقام بنشر مقطع جمعه مع الموديليانا، وعلق السلاوي على ذلك المقطع أنه من أكثر الأوقات اللي كان فيها مبسوط. رأيكم بخصوص هذا الخبر؟